هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكمان في النهاردة فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية. كمان في أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هلا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة؟ يمكن امبارح احنا شفنا أمطار على القاهرة، النهاردة في أمطار برضو في القاهرة والمحافظات، مظبوط؟ بالفعل، لكن طبعا اليوم هيكون في تحسن عن امس، لان بالامس كان ذروه التقلبات الجويه. بالفعل كان في امطار متفاوته الشده في اغلب محافظات الجمهوريه، كان في انخفاض في قيم درجات الحراره، وطبقا طبعا ده كان لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، ان احنا قلنا الاثنين هيكون ذروه التقلبات. لسه مكمل معانا سقوط الامطار الثلاث لكن بكميات اقل. احنا هنشعر النهارده ان في تحسن في الاحوال الجويه، لكن بسبب كميات الامطار الاقل. الامطار اليوم هتكون امطار متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية، واللي ممكن تكون رعدية أحيانا، أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وعندنا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة في المحافظات الداخلية، جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بعض المناطق من مدن القناة، وكمان بعض الأماكن من سيناء. مجمل أمطار اليوم مش مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، لأن المنخفض الجوي المسبب لسقوط الأمطار خلاص بيبدأ يتحرك باتجاه المنطقة الشرقية، فتأثيره أكثر في شرق جمهورية مصر العربية، فباقي مناطق الجمهورية يمكن نلاحظ كمان فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لكن هيكون كمان عندنا اليوم استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 21 درجة مئوية، طقس مائل للبرودة خلال فترة النهار وأجواء شتوية خلال فترة النهار في أغلب المحافظات الشمالية، مائل للدفء في المحافظات الجنوبية ده خلال فترة النهار. فترات الليل هيكون طبعا الطقس بارد بشكل كبير، وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن اليوم كمان متوقع معانا استمرار نشاط الرياح. اليوم هيكون في استمرار لنشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعاته هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح فترة النهار أو فترات الليل هيحسسني بمزيد من البرودة ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، فأنا هحس بقيم درجات حرارة أقل، وده هيخليني أحس بالأجواء الشتوية بشكل كبير. مع بكرة الأربعاء إن شاء الله المنخفض الجوي يبدأ تماما الأراضي المصرية، ويبدأ يكون مكانه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فهيكون عندنا كمان ارتفاع في قيم درجات الحرارة. هو ارتفاع مؤقت، لكن ارتفاع في قيم درجات الحرارة، هتتلاشى فرص الأمطار من على كافة مناطق الجمهورية، ويكون في استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير. بس هو الفترة دي من السنة دايما بيحصل فيها تغير في حالة الطقس ما بين اليوم للتاني، يوم انخفاضات يوم ارتفاعات، البرودة لسه موجودة معانا بشكل كبير خلال فترات الليل خلال الليالي اللي جاية، فبنأكد على كل السادة المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، وخاصة في فترات الليل حتى فترة الصباح الباكر، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 21 والصغرى 13 والعاصمة الإدارية 21-12، الإسكندرية 19-12، العلمين الجديدة 20-11، مطروح 17-10، ودمياط 20-11، بورسعيد 21-11، والإسماعيلية 22-11، السويس 22-12، والعريش 20-11، كاترين 19-6، وطابة 20-15، حلايب 22-19، وشلاتين 24-18، شرم الشيخ 23-17، والغردقة 24-18، الفيوم 22-12، وبني سويف 22-12 أيضا، الوادي الجديد 25-13، وأسيوط 22-11، سوهاج 23-12، وإنا 23-13، الأقصر 24-14، وأيضا في أسوان 24-14. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي ومنا، ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك.